محمد المخلافي كان مشاركا بفيلم الكوليرا وباء الحرب، والذي بثته شبكة بي بي سي بشقيها العربي والإنجليزي في أغسطس من العام المنصرم. وحقق الفيلم صدى كبير على المستوى الخارجي برسالة الفيلم التي تضمنتها الصور التي احتواها الفيلم على ما آلت إليه الحالة الصحية والاقتصادية للشعب اليمني المنكوب. محمد المخلافي مصور صحفي يعمل في هذا المجال منذ عام 2007، عمل لدى الكثير من القنوات المحلية والعالمية، لعل أشهر تلك القنوات هي بي بي سي وورلد وبي بي سي نيوز والجزيرة. نرحب بالصحفي المصور محمد المخلافي. يسعد صباحك أستاذ محمد. صباح الخير عليكم وعلى طيب البرنامج وجميع مشاهدين يا من شباب. كيف الحال؟ والله الحمد لله مريحين إن شاء الله يا رب دائما وأبدا بخير وعافية. محمد المخلافي، لو تحدثنا بداية عن كيف بدأ مشوارك في هذا المجال وما هو عملك الراهن؟ والله في الحقيقة أنا بدأت البداية كلاسيكية، بدأ أنه هو بدأ الواحد من يتدرج في الموضوع، أنه بدأت كمساعد مصور، بعدين مصور أول لما وصلت للمرحلة هذه. فكانت بدايتي مثل ما ذكرت انتم في البدايه، انه كانت بدايتي في مع القنوات المحليه، الى ان وصلت نعم. يعني الحمد لله واتجهت الى العمل الحر مع قنوات عالميه. نعم جميل. استاذ محمد، لو تحدثنا ايضا باكثر تفاصيل، ما هي الاعمال التي قمت بها وهل حصلت على جوائز؟ والله كانت من ابرز الاعمال اللي اشتغلت عليها كانت الافلام الوثائقيه اللي اشتغلتها لقناه بي بي سي. كانت من اشهر الافلام اللي اشتغلتها كانت فيلم أطفال الجوع اللي اشتغلنا عليه في مدينة الحديدة، وكانت بطلته الدكتور أشواق محرم. نعم. وكمان اشتغلت فيلم عن الغسالة الكبرى، القصف اللي حصل على الغسالة الكبرى، واشتغلت كمان على فيلم وثائقي اسمه الحوثي من الجبل إلى السلطة، وكثير من التقارير. نعم جميل. الإخبارية اللي كانت منفردة عبارة عن وثائقية. نعم. طيب لو تحدثنا أيضا عن بالنسبة المضمون. للجوائز اللي حصلتها. نعم 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 واصل محمد. بالنسبة للجوائز هذه كانت الجائزة، كان قبلها جائزة أنه حصلت على جائزة أفضل تقرير إخباري لعام 2017 في الشبكة كاملة، شبكة بي بي سي كاملة، وكانت هذه الجائزة اللي بعدها. وفي جائزة كانت قبلها بس حصلت عليها الفريق بشكل كامل، فريق الفيلم. نعم محمد، لو تحدثنا أيضا عن مضمون الفيلم اللي هو الكوليرا وباء الحرب، من أين استوحيت هذه الفكرة؟ بالنسبة للفيلم الكوليرا وباء الحرب، هذه كانت فكرة أنه كان الفيلم تحدثها بشكل إنساني، بعيد عن السياسة، بعيد عن أي شيء. كانت أنه حدث أنه أيام الموجة اللي حصلت، موجة مرض الكوليرا اللي حصل في اليمن، فكانت أنه المعاناة اللي حصلت والانتشار الضخم اللي حصل للمرض بطريقة بشعة يعني حصل. فكان لابد أنه أكيد يعني نسلط الضوء عليه بطريقة أنه لازم العالم يعرف أنه فعلا هذا المرض المفروض ما ينتشر بالطريقه هذه، لانه اساليب مكافحته اساليب بسيطه. نعم صحيح. وكمان نعلم ايضا ان الحال بس وصل القطاع الصحي في اليمن متدهور للاسف الشديد. متدهور كلمه قليله على الوضع الصحي الموجود في اليمن، يكاد يكون منعدم. نعم. طيب محمد، لو توضح لنا. كانت انه تسليط الضوء على هذا الشيء، كانت اشياء بسيطه ممكن تخفي الكارثه هذه كامله، بس لانه فعلا اصبح الوضع يعني جدا كارثي انتشر بطريقه المفروض ما كانش ينتشر فيها اصلا. نعم محمد، هل واجهت مصاعب ومشاكل اثناء تصوير هذا الفيلم؟ ايه للمصاعب ولهذا حدثي ولا حرج، لانه هو تعرف انه الاوضاع الاوضاع الصحفيين ومسوين الصحفيين في اليمن بشكل عام، سواء كنت في مناطق الشرعيه او في مناطق الحوثيين، يعني ظروف عمل صعبه جدا. يمكن انه يمكن انك تشتغل لمده ساعه ويكون التحقق منك من اوراقك من لمده 5 6 ساعات، فيكون التحقق اكثر من الانجاز اللي انجزته اصلا. فهذا انه الناس نفسهم واوضاعهم اصبحت يعني مش مرتاحين للكاميرا بشكل كبير. فانت اصبحت فاصبح انه عملك في ظل الظروف الحاليه بيكون عمل صعب جدا، وانك تنتج عمل نعم ويوصل للدرجه هذه بيكون انه تشتغل يوم يومين وخمسه ست ايام هذه فقط، انه كيف تشتغل لوجستيا وكيف
ترتب الامور نعم للتصوير هذا، نعم فهو العمل جدا صعب، لكن الحمد لله في الاول والاخير بتخرج بعمل. الحمد لله ان انت خرجت بفائده ونلت جائزه المرتبه الثانيه، ولكن محمد لو تحدثنا ايضا يعني كم استمريت حتى تصور هذا الفيلم؟ كم المده؟ هل استمر بتصوير الفيلم هذا تقريبا من 15 الى 20 يوم. احنا نسافر من مكان الى اخر على اساس انه تعرف ظروف ظروف الحرب وظروف نعم الأوضاع الناس نفسهم، نعم كمان جاء على اشتداد أزمة البترول اللي كانت موجودة في صنعاء، وكانت التنقلات جدا صعبة، نعم فأخذ مننا تقريبا من 5 إلى 20 يوم. نعم كم استمرت التصفيات أيضا في هذه المنظمة؟ والله التصفيات هو هم تبدأ التصفيات إنه يبدأ هم ينزلوا إعلان، وبعدين اللي حاب يشترك يقدم يقدم على هذا، يدخل على الموقع ويقدم في الموقع ويكتب عنه اشياء، نعم وبعدين هم التصفيات هذه بتحدد بينهم هم في الاول والاخير هم بيرجعوا بعدين يرسلوا انه فيلمك ارتفض ولا قبل، وبعدها بتستمر تقريبا من شهرين تقريبا او 3 اشهر. طيب استاذ محمد لو تحدثنا ايضا يعني هل كنت متوقع ان يحصل فيلمك على المرتبه الاولى او الثانيه؟ والله بالنسبة لي أنا كنت متفاجئ جدا، يعني زي كثير من الناس إنه كنت متفاجئ إنه هو، لأنه كان العمل يعني كانت المقاييس اللي انتجها العمل إنه جودة التصوير اللي موجود في الفيلم، وكمان الرسالة اللي بتحتويها الصور، فكان في كثير من الناس متفاجئ إنه كيف عمل طالع من نقول يعني بغض النظر إنه إحنا منطقة يعني من العالم الثالث أو من الدول النامية وكمان فيها حرب ومدري إيش، نعم وكمان شخص صحيح إنه يطلع للمكان هذا في مثل هذه الظروف، كانوا الناس متفاجئين هكذا أكثر من هو الفيلم ورسالة الفيلم اللي فازت. نعم طيب محمد عفوا محمد عفوا محمد لو تحدثنا ما هي أبرز أعمالك أو خططك الأعمال في المستقبل؟ والله بالنسبة للخطط بالنسبة لأن المتواجدين في اليمن هو خططنا ما بتكونش كثير يعني بعيدة المدى، لأنه يكفي أنك تعيش لليوم الثاني فالظروف صحيح هنا صعبة جدا وما بتسمح لكش أنك تحلم بطريقة فعلا تمتد، لكن أنا أتمنى أنه هو ولكن خلي طموحاتك أكبر وأملك في بالله أكبر يا محمد. هي أكيد 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 أنه نحن من هون لازم نكون يعني بالنسبة لي احنا إنتاج سلسلة وثائقية بتتكلم عن الموروث الشعبي اليمني بشكل عام، هذا الشيء تكون انتاج من شان انه فعلا انا وجدت في تعطش لما خرجت خارج اليمن، في تعطش من الناس من فهم الطبيعه البيئه اليمنيه صحيح. ان اليمن هذه اي شيء بالضبط. نعم فهذا وحالي بشكل اكبر انه هو اشتغل على سلسله وثائقيه بتتكلم عن اليمن والتراث اليمني الثقافه اليمنيه صحيح بهدف وتعرف عليها العالم بشكل اكثر. نعم اذا الصحفي المصور محمد المخلافي شكرا لك على تواجدك معنا ومبروك.